دائما وأبدا نستعين. نجدد معكم هذه التحية في هذه الانطلاقة التي تحمل لنا في طياتها انطلاقة تاسع أشواطنا في هذا الصباح في مجموع أشواطنا التي خصصت لسن الحقائق. هنالك 20 شوطا سوف تكون حاضرة بإذن الله تعالى. قضيت منها 8 الأشواط الأولى التي خصصت للإنتاج الشخصي، وينطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه. كما نذكر بأن أشواط الإنتاج الشخصي التوقيت الزمني سيطر عليها شاهين صاحب الشوط الرئيسي الأول بالنسبة للقعدان بتوقيت زمني وقدره 4:26 وسبع اجزاء من الثانية. لنهني عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري على التوقيت الزمني الافضل اللي ما زال صامدا تحت اقدام شاهين. ولكن انطلقت اقوى اشواطنا في هذا الصباح الجميل واول اشواط الشرايا، وكما يقال الاشواط العامة التي تسير وتنطلق على بركة الله وتوفيقه. مقدمة الشوط المركز الأول في هذه اللحظات اللي غيرت هنالك وجنه مع مقدمة الشوط محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري المقدم لوجنه في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني يأتي دور الكورة عبد الله بن سعيد بن عبد الله العامري، ولكن منصورة وحذاري من منصورة محمد بن أحمد بن علي بن محمد المهندي القادم مع منصورة والمنطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات ندى ملك حمد بن سعيد بن سلمة المنصوري، بينما المركز الرابع سلابة هي القادمة، بطي بن سعيد القادم ايضا مع سلابة بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري. ولكن ارى التدخل الخطير والانطلاق المثير في هذه اللحظات القادمة. شهد سعيد بن خالد بن سعيد آل زيد الهاجري، ولكن القادمة قرار وحذاري من قرار من تحمل الرقم 15 القادمة بشعار الرسمي محسن بن عبيد بن راشد بن رفاده المري المقدم لقرار خطير للغاية يتقدم مع قرار. والقادمة شهد سعيد بن خالد بن سعيد الزيد الهاجري مع المركز الثاني. المركز الثالث وجنة محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري المقدم لوجنه مع المركز الثالث. المركز الرابع ولكن تابعوا القادمة بكل قوة هنالك الرعبية عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان تقدم شعار الصعب ايضا القادمة. هنالك من الجانب الاخر شعاري بن نصرة هو القادم في هذه اللحظات مع الشاهنية مبارك بن محمد بن نصرة العامري. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى المركز الأول إلى القرار الصعب إلى القرار الأخير، ولكن اشهدوا لإنجاز شهد مع المركز الأول. انطلقت شهد وسعيد بن خالد بن سعيد الزيد الهاجري مع المركز الأول يذهب بالانتصار، ولكن بالنصرة القادم بالنصرة مع المركز الثاني يقدم شعار مع الشاهنية. ولكن التهاني والناموس لمالك شهد سعيد بن خالد بن سعيد آل زيد الهاجري لينقل السلامات إلى المملكة العربية السعودية. تهانينا لك يا مالك شهد على هذا الفوز. بينما المركز الثاني أوصلت فيه الشاهنية ملك مبارك بن محمد بن نصر العامري. المركز الثالث اللي وصلت في قرار ملك محسن بن عبيد بن راشد الرفاد المري. ورابع المراكز
وصلت في الراعبية عبيد بن سلطان بن مرخان، وخامسا وصلت في شانية سعيد بن يابر بن عبد الله. هنا 4:28.3 من الثانية توقيت شهد. تهانينا لسعيد بن خالد بن سعيد آل زيد الهاجري على هذا الفوز. 4:29 بدون أجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني لصاحبة المركز الثاني الشاهينية مبارك بن محمد بن نصر العامري. وثالث المراكز اللي في المركز الثالث 4:29.6 من الثانية توقيته قرار. تهانينا لمحسن بن عبيد بن راشد الرفادة المري على هذا الفوز. إذن